في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان.